حدث لا يمكن أن يمحى، وجريمة أليمة ستبقى مغروسة في ذاكرة اليمنيين لزمن طويل، وهم يحملون سفراً من الوجع اليمني الممتد حتى اللحظة. 9 أعوام على أول مذبحة وأخطرها في تاريخ اليمنيين الحديث، تعود فتعيد لذاكرة اليمنيين صوراً عن مدى بشاعة وحقد الطغاة، وتجدد تفاصيل لا تنسى. 18 مارس 2011، لحظة أخرج صالح ما بجعبته من الشر، وأطلق قتلته بحق شباب عزل بساحة التغيير بصنعاء، مزهقاً أرواح العشرات من المتظاهرين السلميين الذين لم يكن لهم من ذنب سوى ممارسة حقهم السياسي في التعبير عن مطالبهم بالحرية والعدالة الاجتماعية. لاحقاً أكمل القاتل أركان جريمته التاريخية، فتحالف مع مخلفات الإمامة لإسقاط ما تبقى من الدولة ومن حق اليمنيين في الحياة. بعد 9 أعوام، وعلى الرغم من أن قائمة الشهداء طالت كثيراً منذ ذلك اليوم، إلا أن اليمنيين لا يزالون يحملون صور شهداء الكرامة، وفي قلوبهم وفاء خاص لهؤلاء الثلة من الشباب الذين بذلوا أرواحهم يومها في سبيل خلاص الشعب. لا يزال ملف جمعة الكرامة التائه يبحث عن القصاص من القتلة، ويؤكد ألا مصالحة مع القتلة، وأن أي مساعي سلام مع الانقلابيين هو قفز على حقوق الضحايا. كان إفلات قتلة شهداء الكرامة من العقاب أول أسباب الوصول لما يعيش اليمنيون اليوم، ودرساً جارحاً للتاريخ مفاده أن أي محاولة لإفلات القتلة الجدد لن يكون سوى كارثة مستقبلية وجريمة بحق اليمنيين.